ماشيين كويس. النرف اللي عليه الدور معانا يا جماعه حالا هو الاكسسوري نرف. طبعا احنا لغايه دلوقتي خدنا الجلوسوفارينجيال وخدنا الفيجاس وخدنا الهايبوجلوسال، وفي الهايبوجلوسال كان في تطبيق عليه اسمه انسس سيرفيكالس اتكلمنا عنها. عاوزين نتكلم بقى على العصب اللي عليه الدور معانا هو اسمه الاكسسوري نرف. قواعد يلا، اكسسوري نرف ده رقم كام؟ 11. عاوزين نعرف هو سنسوري ولا موتور ولا ميكس هنعرف حالا، بس في ملحوظه لازم تعرفها في الاكسسوري نرف. كل اللي قلناهم لغايه دلوقتي طالعين من الميدلا اوبلونجاتا يعني كرينيال نرف، بينما الاكسسوري نرف ده مكون من تو روت، روت اسمه الكرينيال بارت وروت اسمه السباينال بارت. حد خد باله زي مين قلناه؟ زي الهايبوجلوسال. الهايبوجلوسال برضه كان في جزء منه بيطلع من الميدلا اوبلونجاتا، وكان في جزء مشترك عباره عن سي واحد. نفس الشيء في الاكسسوري، الاكسسوري ده ليه جزئين، جزء اسمه كرينيال بارت اوف اكسسوري نيرف وجزء اسمه سباينال بارت اوف اكسسوري نيرف. تعالوا بقى نشوف كده. اول حاجه الكرينيال بارت اوف اكسسوري نيرف، في الكرينيال بارت بيقول ده طالع من الميدلا اوبلونجاتا وبيمسك مع السباينال بارت في الجاجولار فورامين. بس انا عاوزك تبص لي على حاجه الاول كده الله يكرمك. بص يا جماعه الرسمه ايه؟ اللي بالاحمر ده الكرينيال بارت، اللي بالاخضر ده السباينال بارت، اللي جنبهم الاصفر ده الفيجاس نيرف. كمان مره، اللي بالاحمر ده الكرينيال وده السباينال وده الفيجاس. اللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل ان الكرينيال بيطلع من ميدلا اوبلونجاتا، كرينيال اهو طالع من ميدلا اوبلونجاتا، يقوم معدي في الجاجولار فورامين مع السباينال، ثم بعد كده الكرينيال يسيب السباينال بعد ما يعدوا في الفورامين، ثم الكرينيال يمسك في الفيجاس ويكمل مساره مع الفيجاس. عشان كده الكرينيال بارت اوف اكسسوري كانه فيجاس، كانه هو الفيجاس. امال السباينال بقى، بص القصه اشتغلها كويس. السباينال طالع من السباينال كورد، ثم بعد كده بيتكون وبيكون كذا عصب، بيتكون يبقى عصب واحد. العصب الواحد ده بيخش السكال عن طريق الفورمين ماجنوم، ثم بعد كده يقوم واخد بعضه وماسك مع الكرينيال ونازل من الجاجولار فورمين. معنى كده الكرينيال بينزل مباشره من مين؟ من الجاجولار فورمين، بينما السباينال بيكون في السباينال كورد، فيطلع يخش السكال يمسك مع الكرينيال ثم ينزل من السكال. دخلته مين وخرجته مين؟ دخلته فورامين ماجنوم وخرجته جاجولار فورامين. عشان كده لما نيجي نتكلم على الكرينيال، قبل ما اتكلم على الكرينيال بص عندك كده السباينال الاول. هات لي السباينال، خلينا ناخد الكورس بتاع السباينال الاول. بيقول لي هو طالع واسمه سباينال، السباينال يعني طالع منين؟ من السباينال كورد. بيقول لي السباينال روت طالعه من الانتيريور هورن سيل بتاع ابر 6 سيرفيكال سيجمنت، يعني طالعه من السيجمنت سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4 وسي 5 وسي 6. احنا قلنا الحبل الشوكي عندنا في منطقه السيرفايكال في كام سيجمنت؟ 8. اول 6 طالع منهم السباينال رود بتاع الاكسسوري. ادي اول معلومه، هو بيطلع من الابر 6 سيرفايكال. الروتس يونت تو فورم الترانك، الجذور دي كلها بتتجمع وتكون الترانك. الترانك اللي هو ده اللي بيطلع في القنوات بتاع الفقرات، القنوات دي اسمها الفيرتبرال كانال. مبدئيا كده اعرف حاجه، انت عندك القطعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، تلاقي دي مطلعه عصب ودي عصب ودي عصب ودي عصب ودي عصب ودي عصب. الاعصاب دي بتكون جايه متجمعه مع بعض وعامله عصب واحد. العصب ده لسه ماشي في العمود الفقري، فهو ماشي في العمود الفقري بيعدي في قنوات الفقرات اللي اسمها الفيرتبرال كانال، ثم لما يسيب قنوات الفقرات يخش السكال. فلما يخش السكال يخش عن طريق مين بقى؟ الفورامين ماجنوم. فهو بيطلع من ابر 6 سيرفايكال سيجمنت، الروتس بتتجمع مع بعضها وتكون جزء واحد ذات اسند. فين بقى؟ في الفيرتبرال كانال، ثم بعد كده بيخش السكال عن طريق مين؟ الفورامين ماجنوم. اللي بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيمسك مع الكرينيال والاثنين يخرجوا عن طريق الجاجولار فورامين، ثم بعد كده يسيبوا بعض وواحد يمشي مع واحد والتاني يفضل مكمل
زي ما هو، مين اللي يمشي مع واحد؟ كرانيال يمشي مع الفيجاس، والسباينال يفضل مكمل زي ما هو. عشان كده مكتوب عندك ايه؟ exit from jugular foramen where it join the cranial bar. هو بيخرج من الجاجولار فورامين وهناك بيمسك في الكرينيال بار، ثم سيبريت اجين اوتسايد الفورامين، ثم ينفصلوا عن بعض. اذا هما بيمسكوا ببعض عند الفورامين، مجرد ما يطلعوا منها ينفصلوا عن بعض. ايه اللي بيحصل بعد كده بقى؟ جاجولار فورامين يبقى اللي طلع منها هيعدي من مين ومين؟ انترنال جاجولار وانترنال كاروتيد. تلاقيه بيقول لك اتباز داون وورد بتوين انترنال جاجولار وانترنال كاروتيد. حد فاكر كانوا كام نيرف؟ 4 2 لقدام، وواحد ينزل عدل، وواحد يرجع لورا. مين اللي بيرجع لورا؟ السباينال بارت بتاع الاكسسوري. يقول لك ات انكلاين باك وورد، هنا بيرجع لورا اند لاترالي لحد ما يوصل البوستيريور بيلي اوف دايجستريك. حد فاكر اللي كانوا بيطلعوا قدام كان الجلوسو فارينجيال بيطلع مع مين؟ مع ستايلو فارينجيس. امال الهايبو جلوسال كان ماشي عند اللور بوردر بتاع مين؟ دايجستريك. طب اللي راجع لورا ماشي مع مين؟ مع الدايجستريك برضه. يبقى اللي طالع لقدام مع الدايجستريك، واللي راجع ورا مع الدايجستريك. ثم بعد كده بصوا بقى، حد فاكر السباينال برضه اكسسوار النرف دخلنا فين؟ اللي كان بيغذي مين؟ استرنو مستايل. وانا كنت معلمك اللي يغذي حاجه بيبقى ديب ليها، فتلاقي السباينال بارت معدي بالصم ديب تو الاسترنو مستايل. وانا مجرد ما اخش ديب تو الاسترنو مستايل بقيت في انهي تراينجل؟ لما اعدي ديب تو الاسترنو مستايل بقيت في انهي تراينجل؟ البوستيريور تراينجل. ثم افضل مكمل واخش ديب تو ترابيزيوس. يعني هو بيجي ازاي؟ هو بيمشي مع البوستيريور بيل اوف دايجستر. بصوا هو جاي اهو ماشي مع البوستيريور بيل اوف دايجستر، ثم ديب تو الاسترنو مستايل، ثم في البوستيريور تراينجل، ثم ديب تو ترابيزيوس. وهو في البوستيريور تراينجل، لو حد فاكر مين الفلور بتاع البوستيريور تراينجل؟ كان في حاجه اسمها سبانيوس كابيتس وسيمس ميلانوس كابيتس، وكان في حاجه اسمها ليفيتور سكابولي. السباينال بارت بتاع الاكسسوري نيرف وهو معدي في البوستيريور تراينجل ماشي على الليفيتور سكابولي، بيبقى ماشي على الفلور اللي هو الليفيتور سكابولي. عشان كده لو جينا بصينا على الرسمه دي هتلاقي السباينال بارت ديب لمين وديب لمين ومعدي على مين؟ ديب للاسترنو مستايل وديب تو الترابيزيوس ومعدي على الليفيتور سكابولي. فتلاقي مكتوب عندك بيقول لك ايه؟ اتريتش ديب سيرفيس اوف استرنو مستايل، بيبقى ديب للاسترنو مستايل، ثم انتر البوستيريور تراينجل عشان يعدي على الليفيتور سكابولي، ثم ديب تو الترابيزيوس. تعالوا نجيب مساره تاني كده بقى بس بالتفصيل شويه. احنا بنتكلم على انهي روت اوف اكسسوري؟ سباين طالع من ابر 6 فيكون ترانك، الترانك يطلع في الفيرتبرال كانال، ثم يخش السكال عن طريق فورامين ماجما، ثم يسيب السكال تاني من خلال الجاجولار فورامين، يمشي مع مين؟ مع الكرانيا، ثم بره الجاجولار فورامين يسيب الكرانيا ويكمل هو بين مين ومين؟ الانترنال والانترنال. يروح ورا ولا يطلع لقدام؟ ورا مع مين؟ مع البوستيريور بيلي اوف دايجستريك، ثم ديب لمين؟ على مين في مين؟ ثم ديب لمين؟ ديب للاسترنو مستايل على الليفيتور سكابولي في البوستيريور تراينجل، ثم ديب تو ترابيزيوس. انا كنت علمت القاعده، هو اي عصب عاوز ينزل عضله يعدي ديب ليها، ده بيعدي ديب لعضلتين، استرنو مستايل وترابيزيوس. يبقى برانشاته استرنو مستايل وترابيزيوس، بيغذي الاسترنو مستايل والترابيزيوس ويدي كوميونيكيتنج برانش لسي 2 وسي 3. ومين اللي كان بيدي كوميونيكيتنج برانش لسي 1؟ مين اللي كان بيدي كوميونيكيتنج لسي 1؟ الفيجاس. الفيجاس كان بيدي 9 و11 و12 والسوبيريو سيرفايكال وسي 1. امال سي 1 كانت بتدي كوميونيكيتنج مع مين؟
مع الهايبوجلوس. امال مين اللي بيدي كوميونيكيتنج مع سي 2 وسي 3؟ السباينال بارت اوف اكسسوري. تعالوا بقى نشوف الكرانيال بارت اوف اكسسوري. بالنسبه للكرانيال بارت اوف اكسسوري، حد خد باله هو طالع من مين؟ من الميدال. هو طالع من الميدال وبعد كده بيمسك مع السباينال بارت في الجاجولار فورامين. مجرد ما يسيب الجاجولار فورامين يسيب السباينال بارت ويروح يمسك مع مين؟ مع الفين. فتلاقيه بيقول لك طالع من الميدال اوبلونجات بيمسك مع السباينال بارت في الجاجولار فورامين، وبره الفورامين بيسيب السباينال بارت. غدار، يسيب اخوه يمشي مع الفيجاس، يسيب السباينال ويروح يمشي مع الفيجاس، ويفضل ماشي مع الفيجاس في كل حته الفيجاس يروحها. عشان كده تلاقيه بيقول it is distributed along the pharyngeal والrecurrent laryngeal branch بتاعت الفيجاس. مش احنا كنا خدنا الفيجاس بيدي حاجه اسمها pharyngeal branches اللي هي كانت سنسوري ولا موتور؟ موتور. وكان بيدي الريكارنت لارينجيال، بتلاقي الكرينيال بارت ده راح اتوزع مع الفارينجيال والريكارنت لارينجيال، فبرانشات وتبقى ايه بقى؟ برانشات وتبقى اكيد زي مين؟ فيجاس. فتلاقي بيقول لك بيغذي كل المصل بتاعه اللاركس، لانه زي فيجاس بيغذي كل المصل بتاع السوفت بلد ما عدا التنسور بلاطاي. جه الدور بقى ان احنا نعرف مين اللي بيغذي التنسور بلاطاي. اللي بيغذي التنسور بلاطاي هو نيرف تول ميديال تريجويد اللي كنا خدناه في الهيد الترم الاول في المانديبولر نيرف. نيرف تول ميديال تريجويد وبيغذي كل بتوع الفارنكس ما عدا الستايلو فارنجيوس، والستايلو فارنجيوس ده كان مين اللي بيغذيه؟ جلوسو فارنجيوس. عشان كده بقى بص اللي هقول لك عليه ده، هو مين اللي كان بيغذي الستايلو فارنجيس؟ جلوسو فارنجيال. امال حد فاكر الفيجاس كان بيغذي ايه؟ كل بتوع اللارنكس مع الكرينيال بتاع الاكسسوري. اللي بعدها كل بتوع الفارنكس ما عدا ستايلو فارنجيس اللي بتتغذى بمين؟ جلوسو فارنجيال. وكل بتوع البلد ما عدا تنسور بلاطاي اللي بتتغذى بمين؟ بنيرفتون ميديال تريجويد. وعندي كمان سؤال، هل في عضله كمان بتتغذى بالكرينيال بارت اوف اكسسوري نيرف؟ هل في عضله كمان بتتغذى بالكرينيال بارت اوف اكسسوري نيرف؟ ايوه. مش احنا لسه قايلين من شويه الهايبوجلوسال بيغذي كل بتوع الطنج ما عدا البلاتوجلوسس واللي كانت بتتغذى بمين؟ بالكرينيال بارت اوف اكسسوري. فبالتالي اكتب لي يلا كمان ان هو بيغذي كرينيال بارت اوف اكسسوري نيرف، بيغذي البلاتوجلوسس. وكده اكتملت القصه كلها. ازاي اكتملت القصه بقى؟ تعالى كده نجيبها يلا. اقول لك اسم العضله وقول لي مين اللي بيغذيها. ستايلو فارنجيوس، جلوسو فارنجيال، لارينكس، فيجاس، وكرينيال بارت اوف اكسسوري. كل بتوع الفارنكس فيجاس وكرينيال بارت ما عدا ستايلو فارنجيوس. كل بتوع البلد فيجاس وكرينيال بارت ما عدا التنسور البلاطاي بيغذيها النيرف تول ميديال تريجويد. اما انا بقول لك كل بتوع الطنج هايبوجلوسال ما عدا البلاتوجلوسس بيغذيها الكرينيال. امال ستيرنو ماستويد وترابيزيوس سباينال بارت اوف اكسسوري. امال الكريكو سايرويد الكريكو سايرويد كان الاكسترنال لارنجيال اللي طالع من سوبيريور لارنجيال. امال لو قلت لك كل عضلات اللارنكس بتتغذى بالفيجاس بس عن طريق مين من الفيجاس؟ ريكارنت لارنجيال ما عدا الكريكو سايرويد كانت بمين؟ بالاكسترنال لارنجيال بتاع السوبيريور. كده القصه كلها اكتملت وكده خلصوا الاربع نرفات اللي هم التاسع والعاشر وال11 وال12 والتطبيق بتاع ال12 اللي هو اسمه الانسس الفايكانس. تعالوا نخش على الجزء الثاني معانا بقى وهو السيرفايكال بارت اوف سمباثيك ترانك. سيرفايكال بارت اوف سمباثيك ترانك. ايه السيرفايكال بارت اوف سمباثيك ترانك ده؟ مبدئيا هفكرك بمعلومه صغيره. احنا في الاوتونوميك في الفسيولوجي كنا خدنا الاوتونوميك جانجليا ثلاث انواع، ايه وايه وايه؟ لاترال وكولاترال وتيرمو. اللاترال دي كان نوعها سمباثيك
كانت عبارة عن 23 يمين و23 شمال عاملين سلسلة كان اسمها سمباثيك تشين. في الفسيولوجي بيحبوا يسموها سمباثيك تشين، في الاناتومي بيحب يسموها سمباثيك ترانك. فالسمباثيك ترانك دي هي اللاترال جانجليا بتاع الاوتونومي اللي كان عددهم كام في منطقة السيرفايكال؟ ثلاثة. احنا عاوزين بقى نتكلم عن دول السيرفايكال بارت اوف سمباثيك ترانك اللي هم الثلاثة سيرفايكال سمباثيك جانجليون، اللي هي السوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليون، ميدل وانفيريور. عشان كده بصوا دي السوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليون، دي الميدل سيرفايكال سمباثيك جانجليون، دي الانفيريور. حتى لو حد فاكر كان الانفيريور بتمسك مع تي واحد تكون جانجليا كبيره كان اسمها ستيليت جانجليون. فاحنا عاوزين نتكلم عن السوبيريور والميدل والانفيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليون. مبدئيا خلينا نتكلم كده يلا شويه قواعد عن الموضوع ده، عن السمباثيك ترانك نفسها. بيقول لي اكستند فروم بيز اوف ذا سكال لحد النك بتاع الفيرست ريب. خد بالك من حاجه، التشين كلها كانت بادئه من البيز اوف ذا سكال للكوكسك، كانت واخده الظهر كله، انما منطقه الرقبه من البيز اوف ذا سكال لحد اول ضلع لحد النك بتاع الفيرست ريب. ايه النك بتاع الفيرست ريب ده؟ اي ضلع من ورا في حته اسمها هيد وبعدها حته اسمها النك، فهو الجزء اللي هو اسمه السيرفايكال بارت اوف سمباثيك ترانك من البيز للنك بتاع الفيرست ريب. اتلايز ان فرونت اوف الترانسفيرس بروس بتاع السيرفايكال فيرتبري. طبعا انتوا عارفين ان الفقره بيكون لها نتوءين على الجنب اسمهم ترانسفيرس بروسس، بنلاقي السمباثيك تشين نازله قدام الترانسفيرس بروسس دول. اذا هي منين لفين قدام مين؟ من البيز للنك بتاع الفيرست ريب قدام الترانسفيرس بروس بتاع الفقرات. حد فاكر الكاروتشيس؟ طيب اسالك شويه في الكاروتشيس. الكاروتشيس ده كان ايه الكونتنت بتاعته؟ انترنال وفينس. حد كان فاكر لما قلنا مين اللي في الانتيريور وول ومين اللي في البوستيريور وول؟ الانتيريور وول كان انسر فايكالس. عشان كده في المحاضره الاولى كنا قلنا الانسر فايكالس ماشي على الانتيريور وول بتاع الكاروتيد شيز. امال مين اللي كان في البوستيريور وول؟ السمباثيك ترانك. ما احنا في السمباثيك ترانك اهو، عشان كده بقول لك السمباثيك ترانك امدد مغروز في البوستيريور وول بتاع الكاروتيد شيز. واحنا في منطقه الرقبه عندنا كام جانجليا؟ ثلاثه، سوبيريور وميدل وانفيريور. وفي كل جانجليا من دول لازم نعرف الاتي، هي قبال انهي فقره وبتدي برانشات اسمها ايه؟ وده سؤال امتحان بيجي كتير جدا، قبال انهي فقره وبيدي انهي برانشات. نبدا بالسوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليون، دي قبال سي 2 وسي 3، يعني قبال الفقره رقم 2 والفقره رقم 3، بينما الميدل قبال 6، بينما الانفيريور عند النك بتاع الفيرست ريب. بصوا 2 في 3 ب 6 والاخير عند النهايه، هي النهايه اللي هي كانت ايه؟ النك بتاع الفيرست ريب. حتى ليفلز يلا، السوبيريور كانت عند سي 2 وسي 3، الميدل كانت عند سي 6، الانفيريور كانت عند النك بتاع الفيرست ريب. تعالوا نشوف البرانشات. بالنسبه للبرانشات مبدئيا كده، مبدئيا كلهم بيطلعوا حاجه اسمها كاردياك برانش. اللي فوق بتطلع سوبيريور كاردياك، اللي في النص بتطلع ميدل كاردياك، اللي تحت بتطلع انفيريور كاردياك. مبدئيا اهو كلهم بيطلعوا كاردياك برانش. السوبيريور بتطلع سوبيريور كاردياك، الميدل بتطلع ميدل كاردياك، الانفيريور بتطلع انفيريور كاردياك. خلصنا برانش في الثلاثه، تعال نشوف الباقي. دي اول واحده اسمها ايه؟ السوبيريور بتدي الانترنال كاروتيد وبتدي الاكسترنال كاروتيد. انترنال كاروتيد واكسترنال كاروتيد. محدش يجي يقول لي يا دكتور هي بتدي انترنال كاروتيد واكسترنال كاروتيد ارتري؟ لا، ده بتدي نيرفات رايحه تغذي الارتري. فيبقى في واحد اسمه انترنال كاروتيد نيرف واكسترنال كاروتيد نيرف. ثم بيدوا حاجه اسمها جراي ريماي كوميونيكانت. جراي ريماي كوميونيكانت معناها برانشات طالعه منها تربط مع الحاجات اللي جنبها، اسمها جراي ريماي كوميونيكانت. برانشات طالعه من الجانجليا تربط مع اللي جنبها.
سوماتيك كرينيال نيرف برانشز. مين الكرينيال نيرف دي؟ كرينيال نيرف برانشز يعني برانشات طالعه ماسكه في الكرينيال نيرف. مين الاثنين كرينيال نيرف اللي قلناهم اللي كان ليهم كوميونيكيتنج برانش مع السوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجلي؟ جلوسو فارينجيال والفيجاس. كانوا الاثنين دول كانوا جلوسو فارينجيال والفيجاس اول برانشات فيهم كان اسمها كوميونيكيتنج برانشز، والكوميونيكيتنج برانشز كانت ماسكه مع السوبيريور، فالسوبيريور ليها كرينيال نيرف برانش. حد فاكر حاجه اسمها الفارينجيال بلكسس؟ كانت ايه وايه وايه؟ سنسوري من جلوسو فارينجيال، موتور من الفيجاس، وسمباثيك من السوبيريور سيرفايكال جانجليا. فالسوبيريور سيرفايكال جانجليا بتدي فارينجيال برانشز. عشان كده هنا اسالك وانا اطمن بقى، في ثلاثة فارينجيال برانشز. فارينجيال برانش من مين؟ من جلوسو فارينجيال، نوعه سنسوري. وفي فارينجيال برانش من مين؟ من الفيجاس، نوعه موتور. وفي فارينجيال برانش من السوبيريور سيرفايكال جانجليا، نوعه سمباثيك. جمع لي برانشات السوبيريور يلا. برانشات السوبيريور اتنين ارتي، اتنين كوميونيكيتنج، والباقي اتنين ارتر اللي هما مين ومين؟ ترنر كاروتيد نيرف واكسترنر كاروتيد نيرف. اتنين كوميونيكيتنج جراي ريماي وكرينيال نيرف وفارنجيال والثابت اللي هو السوبيريور كارتيك. تعال نبص على الميدل. الميدل قبال انهي ليفل؟ سي 6 برانشاتها جراي ريماي كوميونيكانت، برضه جراي ريماي تربط مع اللي جنبها. هو السوبيريور كانت ادت البرانش اللي اسمه ايه؟ كارتري، كارتري غزت انهي ارتري؟ الانترنال كارود والاكسترنال كارود. بينما الميدل بتغذي السيرويد ارتريز، بتغذي السيرويد ارتريز وتدي حاجه اسمها الميدل كاردياك، وتدي حاجه اسمها الانسا سبكليفيا. واوعى تقول انسا سيرفايكالس، زي ما في حاجه اسمها انسا سيرفايكالس في حاجه اسمها الانسا سبكليفيا. هات لي البرانشات هتقلب يلا. احنا عندنا كام جانجلي؟ ثلاثة. السوبيريور قبال سي 2 و3 برانشاتها اثنين 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 ترنر كاروت واكسترنر كاروت، اثنين جراي ريماي وكرانيا، واثنين فارنجيال وسوبيريور كاردياك. بينما الميدل جراي ريماي وسيروي وميدل كاردياك وانسا سبكليفيا. بينما الانفيريور بقى، يعني الانفيريور دي كانت قبال مين؟ الانفيرور كانت قبال النك بتاع الفيرست ريب، وبتدي جراي ريماي كوميونيكانت، وبتدي ارتيريال برانشز. بس هنا الارتيريال برانش لمين بقى؟ السبكليفيان والفيرتبرال ارتري، وبتدي الانفيرور كارديال برانش. اسهلها لك، اسهلها لك. اي واحد منهم بيدي جراي ريماي، واي واحد منهم بيدي كارديال. فانت عندك جراي ريماي، جراي ريماي، جراي ريماي، سوبيريور كاردياك، ميدل كاردياك، انفيريور كاردياك، واي واحد منهم بيدي ارتيريال برانشز. السوبيريور بيدي الارتيريال لمين ومين؟ ترنال كارود واكسترنال كارود. امال الميدل بيدي لمين؟ السيرويد. امال الانفيريور بيدي لمين؟ سبكليفيان وفيرتبرال، اللي هناخدهم ان شاء الله الحصه الجايه، هنتكلم عنهم بالتفصيل الحصه الجايه، السبكليفيان والفيرتبرال ارتريز. يبقى دي البرانشات، عشان لما اجي اسالك اي سؤال هنا واقول لك مثلا الانفيرو كاردياك بيطلع من ايه، لما اقول لك مثلا الانسا سبكليفيا بتطلع من ايه، لما اقول لك مثلا الارتيريال برانش للثايرويد بيطلع من ايه، ده السؤال اللي بيجي هنا. لما اقول لك انهي جانجليا من دول قبال سي 6، انهي جانجليا قبال سي 2 وسي 3، انهي جانجليا قبال النك والفيرست تراب، دي الاسئله اللي بتيجي من البرانش وقبال مين. نختم حصه النهارده بقى بحاجه اسمها سيرفايكال بلكسس. سيرفايكال بلكسس. ايه السيرفايكال بلكسس دي؟ يعني ايه كلمه بلكسس؟ ضفيره عصبيه. كلمه ضفيره عصبيه معناها كذا عصب مربط مع بعضه. هنا بيقول لك اسمها سيرفايكال بلكسس، يعني الاعصاب السيرفايكال نيرف عامله ضفيره اسمها سيرفايكال بلكسس. فبيقول لي دي مكونه من الانتيريور ريماي بتاع اول اربعه سيرفايكال نيرف. ايه الانتيريور ريماي دي؟ اي عصب سباينال
بينقسم برانش لقدام اسمه انتيريور ريموس وبرانش ورا اسمه بوستيريور ريموس. فهي جايه من الانتيريور ريماي بتاع اول اربعه. وهنا لازم اسالك سؤال، هو مين اللي كان طالع من اول سته ومين اللي كان طالع من اول اربعه سبايكل؟ اول سته كان مين؟ السباينال رود بتاع الاكسسوري طلع من اول سته، بينما السيرفايكال بلكسس طالعه من اول اربعه. ودي بتمشي على عضله اسمها سكالينس ميدياس، هناخدها ان شاء الله في الباك اوف ذا نك والليفيتور سكابولي. حد خد باله من حاجتين اتنين بيمشوا على الليفيتور سكابولي؟ مين اللي بيمشي على الليفيتور سكابولي؟ السباينال بارت بتاع الاكسسوري والسيرفايكال بلكسس. It's covered by sternomastoid. يعني كان حاجات ديب للاسترنومستويد. اذا اقول لك حاجه سهله، السيرفايكال بلكسس تقريبا ماشيه مع السباينال بارت اوف اكسسوري نيرف. ديب تو الاسترنومستويد على الليفيتور سكابولي. وهناك كان اول سته، هنا اول اربعه. السؤال المهم جدا هنا ايه بقى؟ البرانشز. حد فاكر مين الاربعه كيوتينيوس برانش بتوع السيرفايكال بلكسس اللي كنا كل حصه نتكلم عنهم؟ جريتر اوريكولار، ليسر اوكسيبيتال، ترانسفيرس سيرفايكال، وسوبرا كلافيكولار. دول كانوا طالعين منين؟ من السيرفايكال بلكسس، بنسميها كيوتينيوس برانش. اذا هي بتدي اربعه كيوتينيوس برانش، اتكلمنا عنهم كتير جدا بالتفصيل. عاوزين نتكلم هنا بقى عن الماسكولار برانشز. مين هي الماسكولار برانشز دي؟ رقم واحد فرينك نيرف، والفرينك نيرف ده اللي بيغذي الدايفرام، ده اللي بيغذي الحجاب الحاجز، وده سي 3 وسي 4 وسي 5. يجي حد يسالني السؤال يوم هو مش السيرفايكال بلكسس اول اربعه؟ ايه اللي جاب سي 5؟ الفكره ان هو واخد اثنين من السيرفايكال بلكسس وواحد من تحت السيرفايكال بلكسس. هو واخد سي 3 وسي 4 من السيرفايكال بلكسس، فقلنا ان هو مع السيرفايكال بلكسس. يبقى فرينك نيرف برانش للبري فيرتبرال مسل، العضلات اللي حوالين الفقرات، والديسندنس هايبوجلوساي والديسندنس سيرفايكاليس. حد فاكر الديسندنس هايبوجلوساي دي كانت سي كام؟ سي 1 اللي كانت رايحه للهايبوجلوسال نيرف، والديسندنس سيرفايكاليس كانت سي كام وسي كام؟ 2 و3 اللي كانت رايحه للانسيرفايكاليس. هو كان معدي على مين ومين؟ على الليفيتور سكابولي وسكالينس ميدياس، فبيدي برانش تو السكالينس وبرانش تو الليفيتور سكابولي، وبيوصل في الاخر للترابيزيوس فيدي برانش تو الترابيزيوس. بص كده، هو جايب برانش تو الحجاب الحاجز اسمه فرينك، وحوالين الفقرات بري فيرتبرا، وديسندنس وديسندنس، ديسندنس هايبوجلوساي وديسندنس سيرفايكالس، وللسكالني وللترابيزيوس وللليفيتور سكابولي. اذا السيرفايكال بلكسس طالعه من، فكرني انا طالعه من اول اربعه معديها على سكالني وليفيتور سكابولي. ديب لمين؟ الاسترنومستويد بتدي كيوتينيوس برانشز وبتدي ماسكولار برانشز. الكيوتينيوس برانش اسمائهم جريت اوريكولار، ليسر اوكسيبيتال، ترانسفيرس سيرفايكال، سوبرا كلافيكولار. بينما الماسكولار اسمائهم فرينك، بري فيرتبرال، سكالينس، ترابيزيوس، ليفيتور، وديسندنس وديسندنس، ديسندنس هايبوجلوساي وديسندنس سيرفايكاليس. وده كده كل النيرفز اللي في كتاب النك. ما عادش نيرفات تاني خالص في كتاب النك. واي حصه فيها نيرف بعد كده هتبقى من حصه النهارده. كده احنا خلصنا يا جماعه المين نيرفز اوف ذا نيك اللي خدنا فيهم جلوسو فارينجيال، فيجاس، اكسسوري، هايبوجلوسال، انسا سيرفايكاليس، سمباثيك ترانك، وسيرفايكال بلكسس.